احنا اليوم انطلقنا من مدينة القدس باتجاه مدينة طول كرم للاطلاع على تجربة الشرطة المجتمعية في المدينة، خاصة في ظل انه الاحتلال بقطع اوصال المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية وبمنع عملية وجود مظاهر السيادة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفرض سيادة القانون، وبالتالي في هناك تحديات خضتها الشرطة الفلسطينية، الامر اللي انتج عنها ضرورة وجود شرطة مجتمعية في خاصة في مناطق ما تسمى بمناطق سي اللي بينعدم فيها التواجد الأمني الواضح للطرف الفلسطيني، وبالتالي حبينا نطلع هاي التجربة عن قرب حتى يكون في عنا رؤية في كيفية عكسها وقياسها على الواقع الفلسطيني في مدينة القدس، خاصة أنه مدينة القدس يعني مستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بحاول نشر المخدرات بين أبنائها، بحاول نشر الآفات الاجتماعية، وبالتالي في هناك مسؤولية وطنية في محاولة الصراع على فرض السيادة الفلسطينية على مدينة القدس. أول مرة بزور مدينة طول كرم، مع أني زرت كتير مدن فلسطينية من قبل، بس طول كرم المرة الأولى. الانطباع الأول اللي أخذته عن المدينة أنها مدينة كتير هادية وفيها نوع من الأمان صراحة، حسيته هذا الإشي بالشارع لما زرت كمان مركز الشرطة ومركز المحافظة. بالنسبة لوجودنا اليوم هون، إحنا اليوم موجودين هون عشان إحنا نستفيد من تجربة الشرطة المجتمعية المتنقلة، كوننا إحنا منعيش في مدينة القدس بوضع خاص نوعا ما، إحنا موجودين تحت احتلال وفعليا ما في عنا هناك سيطرة فلسطينية في مدينة القدس، فحابين نستفيد من التجربة هاي عشان نشوف إذا إحنا بنقدر ننقل هاي التجربة لمدينة القدس، نقدر إحنا كشباب مقدسيين فلسطينيين ننفذها تكون موجودة هناك على أرض الواقع، بحيث إنه إحنا نسيطر على الظواهر الاجتماعية السيئة في مدينة القدس عن طريقنا إحنا كشباب، بدون ما نلجأ فيها للقضاء الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية. يعني مع الأسف إحنا اليوم في محافظة طول كرم وبتعليمات من السيد العقيد عزام جبارة مدير شرطة المحافظة، قمنا باستقبال جمعية مؤسسة من مدينة القدس، تقوم هذه المؤسسة بالعمل مع المجتمع المحلي، وحضرت إلى محافظة طول كرم من أجل الاطلاع على تجربة الشرطة المجتمعية المركز المتنقل مما يقدم من خدمات للمواطنين على الأرض في المناطق المهمشة، لنقل هذه التجربة إلى محافظة القدس، وسنقوم بواجبهم بهذا اليوم من حيث استقبالهم واطلاعهم على التجربة على أرض الواقع، ومن ثم مغادرة المدينة إلى القدس.